بسم الله الرحمن الرحيم. في الحلقة دي هنثير موضوع بفضل الله، الموضوع ده هيفيدنا كتير جدا في اختيار لغة البرمجة بس بشكل غير مباشر. يعني هدخل معاكم في نقاش دلوقتي، والنقاش ده اللي منكم عاوز يحضروا معانا ينور، اهلا بيه. النقاش ده هيوصلنا لثمرة فعلا نفكر بيها كويس جدا. خلونا الاول يعني كبداية نشوف التطبيقات الأشهر. طبعا التطبيقات كتير، يعني لو احنا اتكلمنا على تطبيق اللي هو ديسكتوب، تمام، ديسكتوب ده سواء حضرتك ويندوز او لينكس او ماك، يعني مش عاوزين بس نقول كلمة ديسكتوب على نظام واحد، لا احنا عندنا أنظمة كتير غيرهم كمان، تمام. المهم ولينكس كمان مليان توزيعات، عندنا ديسكتوب وعندنا ويب وعندنا موبايل، تمام. دلوقتي دي التطبيقات الاشهر. حاليا انا عايز اتكلم معاكم في حاجة، هعمل لكم هدف، والهدف ده هندخل مع بعض في نقاش، وهشوف ممكن بعد كده من خلال تعليقاتكم الموجودة على الفيديو ده نجيبها في حلقة تاني ان شاء الله، ونكمل نقاش، نكمل نقاش علشان نبقى يعني اختياراتنا دقيقة واحنا بنشتغل. دلوقتي احنا مش هنتكلم في الاي دي اي المستخدمة، يعني عندنا مثلا حاجة زي فيجوال ستوديو كوميونيتي، فيجوال ستوديو كود، او فيجوال ستوديو بروفيشنال، او اي اصدار، او فيجوال ستوديو قديم او جديد، او اباتشي نت بينز او نت بينز القديم، او حتى ادوات التطوير القديمة خالص. مش هنتكلم في ده خالص خالص، احنا خلينا نركز اكتر على لغات البرمجة. يعني بنتكلم مثلا في السي بلس بلس، بنتكلم في السي، بنتكلم مثلا في السي شارب، بنتكلم مثلا في الجافا، بنتكلم في البي اتش بي، بنتكلم في البايثون الى اخره، تمام كده. عايزين نختار لغه برمجه بناء على الهدف اللي انا هحطه لكم دلوقتي، بس خدوا بالكم علشان النقاش يبقى مفهوم، عاوزين نركز في الهدف ده. يعني انا هحط لكم هدف غريب شويه، ما اظنش ان حد هيحط لكم الهدف اللي انا هحطه لكم دلوقتي ده. بصوا، عاوزين نعمل تطبيق يبقى ديسكتوب. ديسكتوب يعني ايه؟ ديسكتوب مش كونسول، مش كونسول، واضح. ديسكتوب يعني حاجة مثلا انا بفتح مثلا الكالكوليتر على الويندوز او على الماك او على اللينكس. مش بنتكلم فقط على الويندوز، لا انا بتكلم على كل الانظمة دلوقتي. يعني انا عندي برنامج، البرنامج ده فيه مدخلات، فيه مخرجات، فيه زراير، ممكن اعرض فيه صورة، ممكن اعرض فيه فيديو، ممكن اعالج بيه صورة، ممكن اعالج بيه فيديو، ممكن اعرض بيه حاجات تانية، ممكن اعمل بيه برمجة كتير، بس عن طريق الجرافيكال اللي قدامي، او انا قدامي شاشة نافذة زي ما بنسميها، او ويندو. الويندو دي ايا كانت على نظام الويندوز او نظام الماك او نظام اللينكس. لكن خدوا بالكم بقى من الهدف، خدوا بالكم من الهدف، عايزين نعمل برنامج ديسكتوب. يعني هيطلع لي على الشاشة على نظام الويندوز؟ لا، انا مش بتكلم بقى على الويندوز، انا هحط لك شروط صعبة شوية وانت اختار لغة من اللغات. انا مش بقولك اختار لغة من اللغات المكتوبة قدامك، لا يا باشا، انت اختار اي لغة، اختار اي لغة، انا مالي، انا دلوقتي حاطط لك شوية لغات على سبيل المثال، تمام. انا عايزك انت تختار لغه مناسبه بناء على الهدف اللي انا هحطه لك، والهدف الصعب اللي انا هحطه لك ده، اوكي. ديسكتوب عايزين نعمل تطبيق بنفس الاكواد بتاعته، يشتغل ديسكتوب. مش هقول لك على الويندوز، لا انا هقول لك على الويندوز اكس بي، ويشتغل على الويندوز 7، ويشتغل على الويندوز 10. انا مش هقعد اقول لك بقى كل اصدارات ويندوز، مش هقعد اقول لك فيستا و8 والكلام ده، ماشي. ويشتغل على ويندوز 11، خلاص كده. يعني احنا عايزينه
بنفس الاكواد اللي احنا هنعملها بيه يشتغل على الانظمه دي، خد بالك خد بالك، ويشتغل على الماك او اس مثلا 10 و4 اللي هو ماك او اس 10 و4 ده اللي هو تايجر ماشي، ويشتغل على اللي احدث منه. يعني احنا بنتكلم في تايجر مثلا، بنتكلم في تايجر يشتغل برضو كمان على 10 و5 تمام، ويشتغل كمان على 10 و6 الى اخره بقى الى اخره، يعني يعني لغايه مثلا لغايه مثلا سنوما، او مش هنقول بقى ايه احدث حاجه اللي هو سيكويا اللي هم عملوه، لا هقول لك لغايه سنوما ماشي، يشتغل من التايجر للسنوما. ومش هجيب لك حاجه كمان اقدم من التايجر، في اقدم من التايجر، هنقول لك مثلا يشتغل من التايجر للسنومه. انت عندك ما بين التايجر والسنومه اصدارات كتير جدا على فكره، يعني انت بتتكلم في انظمه للماك كتير جدا، خد بالك اللي انا بقوله لك ده، صدقني لو انت قدرت تختار اللغه المناسبه اللي فعلا تخليك تعمل ديسك توب على الانظمه دي، انت بعد كده لو قلت لك عايزين نعمل ويب كذا كذا هتبقى فاهم اكتر، او حتى هيبقى عندك معطيات انك انت تنشئ افكار، انك انت تنشئ حاجه تختار بيها اختيار صحيح، تختار اي لغه، اي لغه تعمل لك ده ماشي. انا ما كملتش، خد بالك انت بتتكلم على تايجر، بتتكلم على انظمه كتير، ليون، بنتكلم على مونتان ليون، بنتكلم على مثلا بنتكلم على ايه، بنتكلم على انظمه كتير، في عندنا سياره وهاي سياره وموهافي كاتالينا ومونتيري وفنتورا وسنوما، وفي قبلهم حاجات يعني يشتغل على كل ده بنفس الاكواد، بنفس الاكواد خدوا بالكم. طيب انا عايزك قبل ما تتسرع وتقول لي سي وسي بلس بلس وكذا 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 وبقى في كذا وبقى في كذا، عايزك ما تتسرعش، عايزك تركز في اختيارك، عايزك تركز في اختيارك، عايز التعليق اللي يتكتب يبقى في الجون من الاخر، التعليق اللي انت هتكتبه إجابة على الفيديو ده يبقى في جون الجون كمان تمام. كمان يشتغل على اللينكس، ومش اي لينكس، كل اللينكس. يعني هديكم مثال، هختار لكم توزيعتين مختلفتين عن بعض، هنتكلم في حاجة زي اوبونتو اوكي، وهنتكلم في حاجة مختلفة عنها عن الاوبونتو خلاص، زي الفيدورا مثلا تمام، فيدورا تشغله على اوبونتو، اي اصدار اوبونتو يشتغل معاك، تشغله على الفيدورا الى اخره، كله بقى الديبيان القديم الجديد كله يشتغل معاك. ازاي اعمل تطبيق ديسكتوب بنفس الاكواد، والاكواد دي لو انا خدتها ما تتغيرش خالص، وما ملقيش عناء ان انا اشغل المكتبات على الانظمه القديمه والجديده. ما انت ممكن تيجي تقول لي خلاص هنستخدم مثلا لغه سي بلس بلس وعندنا مكتبه الكذا، مكتبه كذا دي ما هي مش هتشتغل معاك على التايجر، مش هتشتغل معاك على ده، التايجر ده قصه تاني، اللي منكم فاهم انظمه الماك هيبقى عارف ايه هو التايجر ده اصلا، يعني انت التايجر ده قصه تاني اصلا، احنا بنتكلم في ليفل تاني خالص. ابل او النظام الماكنتوش عدى على مراحل كتير جدا، عدى على مراحل كتير جدا وكلها متغيره، فازاي اختار لغه برمجه تشغلني على كل الانظمه دي كديسك توب مش ككونسول، ككونسول سهله ماليش دعوه بالكونسول دلوقتي خالص، انا بتكلم على الديسك توب نافذه تطلع لك حقيقيه وتتفاعل معاها وتحط فيها الادوات اللي انت عاوزها وتعمل فيها المعالجات اللي انت عاوزها وتشتغل زي ما انت عاوز بفضل الله. ايه الحاجه اللي تخدمني؟ عايزين اجابه على الموضوع ده. انت دلوقتي بتتكلم في لغات البرمجه، مش بتتكلم في الاي دي اي اللي انت هتشتغل بيها، ماليش دعوه بالاي دي اي خالص، انا بتكلم على كود، الكود ده هاخده يشتغل معايا على اي ويندوز، يشتغل معايا على اي لينكس، يشتغل معايا على اي ماك باختلاف كل الانظمه دي. هشوف اجاباتكم وممكن نعمل فيديو تاني يبقى اكستندد للفيديو ده فيما بعد ان شاء الله بفضل الله، نشوف كده
ونناقش التعليقات بتاعتكم، نناقش التعليقات بتاعتكم ونتعلم اكتر واكتر بفضل الله. يا ريت التعليقات تبقى في صلب الموضوع بفضل الله، تمام. وقبل ما اخلص معاكم، عايزكم لازم تشوفوا مراحل الدبلومة الجديدة. مراحل الدبلومة الجديدة دي لازم تشوفوها، ماشي؟ مراحل الدبلومة الجديدة دي لازم تشوفوها. اهي الفيديو ده، الفيديو ده لازم تشوفوه، الفيديو ده لازم تشوفوه. وبجد يعني اي حد منكم هيشترك في الدبلومة دي بفضل الله مش هيندم ابدا ابدا ابدا، لو هو داخل ينشئ تطبيقات للاندرويد والاي او اس بفضل الله، حاجة روعة روعة روعة. فانصحكم تشوفوها. ودي كانت حلقة من برنامج المبرمجتية، وان شاء الله نشوف تعليقاتكم، وان شاء الله نشوفكم على خير في حلقة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.